اهلا وسهلا لفامي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيان وبصحه وزياره. وما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، الا كنتي اول مره كتشفلاشني ديري لي فامي فهم عليك، راس بالضبط وطريس الابوني وكذلك تبع الجرس، وما تنساش دير لك كومونتير زوين وحاب باش لا فيديو اللي جاي طلعوا بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم كنديجا صورت لكم مقدمه، ولكن ما عرفتش اختي شنو وقع، لقيتها تمسحات ولا شنو البلان، شي حاجه ما هياش. المهم اختي اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجي معكم الشريه ديال العيد وشي اللي خصنا على حساب العيد ان شاء الله، وخاصني انا مازال بزاف ديال التويشيات غادي نتقدام على قبل البيبي، وهذا ما كان اختي. المهم خليكم معايا ما تشوفوا البلاصه، يلا ليتس جو. هنايا اختي كي جيتك عاود ثاني بالزرق كنت غندير الكحل ونقول مالي عليها لهذي الكحل، علاش مسلمه اختي نبقى ندير انا في الكحل 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 الكحل، حيد عليا عرفتي عندي لقيت شي كساوي شحال ديما لبستهم، شي فولارات شحال ديما درتهم، ما يمكنش شكون اللي بحالي كيجي كيهز غير داكشي من الفوق يلبس يدير الفولار ويخرج، ها ترى ما يمكنش. ناري يا اختي عجبني راسي عاد تاني، هاي 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 يلا اختي يلا نمشي ندوز على ماما باش نخرجو. هاي طاطواتي، هاي الزين، هاي ماما، ديري لهم هاي كيشوفوك في المرايه، شوفي هنا شوفي هنا شحال هذه ما صورتش معايا، باي باي من يوم زمان هذا الفوركوش ديالنا كنمشي خوتي كل خرجه خصها تدوز عندي، ندوز عند صحاب المحلات ديال الدراري الصغار اختي باش نتقطع. المهم كان خاصني هذا الكاش هذا ديال الرضاع مازال ما خديتوش، ما عرفتش واش ناخذ هذا اللون هاد اللون، وباقا خاصني هاد اللعيبه هذه اللي فيها ميزان الحراره ومسيطه وكل شيء داكشي. المهم هذه فيها غير الغوزه الزرق، ماشي لون اخر ولا صافي ناخذ هذا. المهم على ولاد دري دري كري الجبري زوين زوين الكري اختي، شوفي الكري، وهذا ديال الدوش هذو اللي كاينين كيسير لا بغيت خاصني هذا ديال ناخذو شي ناخذ شي بيت هذا، وخاصني حتى هاد اللي قالت هذا ماشي البيتات بلا اللي قالت ناري فراسكم هاد الشعر تاني بزاف اختي بزاف شوفوا لي عندك الحويجات داك الشي شي ناضي، شوفي هادي كيوت عاوتاني واعرة واعرة دابا صافي عرفتي خاصني عندو زوين خاصني 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 لا ما عنديش يعطيني لاباج ديالو ونخليها لكم البنات اللي بغيتي عندو راه كاين في سوق الحد. شوفوا باقي دابا خاصني عا الجلابه باش نختلو شي انا تقضي داكشي اللي خاصني لولدي، سيري تقضي داكشي اللي خاصك لدارك خاصكم انا دايره زعما ورقه وستيلو، كنبغي نخرج للسوق ورقه وستيلو داكشي اللي خاصني واللي خاص للدار واللي غنتقدا واللي وصوني عليه مالي للدار كلشي باش ما ننسى حتى شي حاجه. المهم دابا جينا ناكلو هي الاولى حيت ما تغديناش عاد اختي كملوا الخرجه عندك الساعه نتقدا انا داكشي اللي غنتقدا. اي اختي العيد الكبير ديروا النوبه ديروا النوبه. انت اختي شدينا ساندويتشات انا ومامي أو شدينا العصير يا اختي، نتغداو بعدا ونكملو الجولة. ايوا يا اختي لا يدين بقاو ليا لا رجلين بقاو ليا، عافتي عييت ديال بصح عم بان ليكم طافيه طافيه يا اختي. نمشي نمشي والله اختي لا طفيت، عرفتي دايره بحال بحال ديك الموليكه اللي كنوصلوا ليها اليدين ونوصلوا ليها الرجلين وداكشي مدقدقه ومطحطحه، قلتي لا ما كملتش ليكم عاوتاني لا فيديو دابا
سير عاوتاني فوقاش غيكمل من الصباح وانا كنعس. المهم غنوريكم داكشي حيت ما صورتش معاكم كلشي صراحه الله على برا، غنوريكم كل حاجه بوحديتها. يا شوف فين ما تخرج شي فاكهه جديده خصني نشريها. شريت هنايا البريقيقات، شريت البرقوق، شري هذه خماج ولا المهم حيت عطاهم ليا طايبين. غنديهم اختي دابا غنغسلهم مزيان ونرقدهم في الماء مزيان 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 ونخليهم حتى من بعد. ايوا صافي هادشي اللي كاين، وكاينين خلاص شي تويشيات كاينين في الدار ما غنشريوهمش، وكاين عاوتاني اللي ما خديناش اليوم ناخذهم مره اخرى. المهم هاد العطريه كانت وصاتني عليها اختي وخديت انا، خديت للدار زعما لدارنا وخديت لهذا اختي. بزوين اختي هاد العطار هذا كيطحن لك كلشي قدامك، عرفتي كتشمي عندو ريحة العيد الكبير اختي، ريحة العيد الكبير. خاصنا غير قطايبات والشواية. قالت لي ماما كاينين اودي نشريهم، اودي الله انعاك الله راه كاينين في الدار علاش ما تشريهم. قلت لها صافي. المهم هنايا شتينا هذا سكينجبير، عرفتي ريحتو راه ميمكنش. هادي هادي البصلة، شوفوا لي البصلة عرفتي تديروها مع الشوا، عرفتي ريحتها عشان هي سلام. هنا كاين الكمون، عرفتي كل العطريه باقا سخونه يا البنات. هذا البزار، شنو كاين هنا؟ هنا كاين الخرقوم، الخرقوم هو هادي هادي العطريه ديال القضبان. عرفتي كتلقاو عنده كل شيء في ملي كتمشيو زعما لسوق الحد. انا حيت لكم دوك صحاب العطريه، هو هو الاولاني ماشي من جهه الباب، لا الا دخلتو من جهه الباب كتلقاه هو الاخراني. ما عقلتش اختي من باب هذاك حتى سميتو ما عقلتش عليها صراحه الله. عطاني لا كافي ديال هذه العطريه ديال الشواء. شنو اخر؟ وهذه العطريه ديال الكفته وريحتها. هادشي كامل اختي خصنا نحيدو من هاد من هنايا، زعما نحيدو من هادي ونديرو في شي بواطه لحقاش ريحتها قاصحه وخلاص. نفسها نفس داكشي اللي خدينا تما كاين حتى هنايا، البزار، سكينجبير، الخرقوم، العطريه هادي ديال الشوا، الكمون، هادي التحميره، هاديك ما فيهاش التحميره. شنو اخر؟ وخديت هنا الكركادي البنات. انا كنبغي على قبل الوصفات، وفي نفس الوقت مزيان اختي حتى الفقر الدم زوين. ايوا يا اختي اخيرا اخيرا شوفي شنو شريت، كازال القطران. فاش كنت اختي في مراكش بان لي عند واحد في جامع الفنا ورجعت عنده الساعه لقيتو الساد، عرفتي شدتني البكي اقسم بالله الا شدتني البكي ديك الساعه. بغيت الكاس ديال القطران مع العلم انني انا القطران ما تنحملوش، تيضرني في راسي اختي ما تنحملوش الله، ولكن شتو يقول لي ماما ها هو الكاس. قلت ليه والله خويا تناخذو عندك هذا 5 دراهم اختي، شوفي ليا 5 دراهم على مزينات، وغادي نغسلو نرقدو في الماء واحد شويه ونبقى نشرب فيها اختي. شنو اخر؟ خديت هاد العيبات هادو البنات، الله يا ربي الحبيب عجبوني صراحه الله. التيشورتات كل لقيت قدي غناخذ. خديت هذا، هذا فيه هاد العريشات، هذا بحال هكا الصيف يلبسون بالصيف، بالصيف زعما يلبسون مع الشورطات ولا ولا سريوليات ولا من براسهم يلبسون معاهم لما بغاو. خدينا هذا، هادو خديت ليهم بحال بحال صراحه باش ما يبقاوش يدبسوا عليهم عندي اختي. وتوبهم توبهم يا البنات زوين، هذا فيها حب الملوك، حب الملوك اختي. هذا ديال فاطمه الزهراء ودعاء، وهذا ديال مروه صافي اختي. شنو اخر؟ خديت كباله، خديت كباله مشويه، وصلت ليا ميساج خديت اختي كباله مشويه. ماما خداتها مسلوقه. ايوا نوريكم اختي فوق ما كنخرج مشتريات البيبي، باقي خاصني هذه وخاصني هذه. مع العلم انني ندير ديك النهار ورقه وستيلو قيد كاع داكشي اللي خاصني، ولكن كيف قلت لكم والماحه ما لقيتش عنده شي حوايج.
وانا ما كنخرجش يوميا صافي، حيت كاينين صحاب الحوايج اللي كيبيعوا الحوايج ديال الدراري الصغار في السوق، قلت ملي نخرج الا بانت لي عاوتاني عندهم دوك التوشيات غادي ناخذهم وصافي رفيعات الجلسه. باقي خاصني داك الكريم ناخذو من البارا، هو اللي باقي خاصني. قلت زعما صافي هذاك مع كيكون فيه لاضات وبزاف ديال البلانات، قلت صافي خليه حتى الاخر ان شاء الله بحول الله. المهم خديت انا هاد البانضه هادي، ديك نهار اختي خديت وحده من اين زكان، وانا عند بالي راه درت لها بحال هكا ودرتها في البلاستيك، جيت للدار اختي غير حماق ما لقيتهاش. المهم هادي خديتها ب 13 درهم، شتي فيها الشبيكه فيها الدونتيل هنا وفيها سميتو البانضه من التحت. ما فهمتش انا كنشري غير البيج، ها وحده دايره هادي من التحت في البيج، هادي في البيج، هادي خديتها نديرها مع دوك الزيوفه، مع دوك الزيوفه هادي خديتها على قبل ان شاء الله بحول الله الا زعماني نمشي نولد وداك الشيء. هادو كيتكردو، هادي اختي غنلبسها بحال هكا، غنلبسها مزيان باش ما يبقاش الشعر كيبان ولا شي حاجه. نمشي نمشي ويلي عنيت اختي. خديت هاد الكيسه ديال الحمام على قبل البيبي وصافي، المهم يكون عندك هذا بحال على شكل ديال الفوطه دوك ديال البينوار، الباك ديال البينوار تيكون فيه. انا مع خديت فوطه كبيره ما فيهاش. المهم خديت هذا الزرق، وخديت ديك النهار خديت قشرات، واليوم خديت اختي الليكات، خديت لي جوج ليكات في الابيض لحقاش عندي شي لبيسات ما فيهمش الليكات. وخديت هادو، خديت غير جوج، وعندي وحدين اخرين فيهم البيض والبلو مارين وحدين في البيج. المهم خديت هادو، خديت انا التقيشرات اختي، خديت اختي ديك النهار جوج تقاشر ما عقلتش فين درتهم وطارو. انا اصلا كنلبس غير التقاشر طوال، هما اللي كنلبس هما اللي ابار على زعما لي باموس التقاشر طوال بحال هكا كيكونوا طوال ديال هما اللي كنلبس. ايوا اختي هاد المره خديت هادو فيهم بونيكيت، خديت الغوز وخديت هادي فيها البيج، صافي جوج تقاشر الله يجعل البركه. شي حجه ولا شنو؟ جوج تقيشرات هادو خديتهم ب 10 دراهم، وهذا هادو خلاهم ليا وقيلة 5 دراهم، 5 دراهم، وهذا وقيلة واش 5 دراهم حتى هو. شنو اخر؟ خديت هادي، خديت اختي هادي فين ما كنصور معاكم شي فيديو كنحطو ليكم تيقولوا ليا الهام باقي ما خديتيش هذيك اللعيبه اللي فيها نقص الضفار وفيها هادي وفيها هادي. اي كان راه ما نسياش راه مقيده عندي الا باقي ما خديتي هذه باقي صراحه الله والله لا شكرا لكم بزاف كتفكروني. المهم هذه فيها اختي كل شيء، باك فيه كل شيء. هانت هذا خديته قال لي 90 درهم، ومنين قلت ليها ودي نقص الثمن دير معنا شي ثمن مزيان داك الشيء، وخلاها ليا وقيله 70 درهم 70 درهم 70 درهم ولا 65. المهم فيها هادي ديال الحراره ديال الماء الا بغيتي دوشي ليه وداك الشيء، فيها ميزان الحراره، فيها باش تنقي ليه النويف، هنا كاين مقص الطفار والمقياس، هنا كاينين جوج بروسات، هادي ديال التا، كاين بزاف ديال العيبات، هادي ديال النيف، كاين هذا هاد البيل هذا هنايا، هادي هاد المعلقه هادي باش تشربيه الدواء، هادي ديال الدواء حتى هي شتي، وقيلا هادي ديال الدواء على ما اظن، وقيلا ما عرفتش، المهم ما عرفتش هادي شنو هي، تنقلب عليها من بعد. وهادي بلاتخوز ديالها، بقيت هادوك اللي كيكونوا في الكريطنات ولكن ما بغيتش ناخذهم صراحة، الكرطونة غي خصك عاوتاني تاخدي ليه تخوص باش تجمعي داكشي. اللهم هادي ها هي، ما تتديش ليك زعما لي سباس وخفيفات فيها بزاف وصعيب. شنو اخر؟ كان خاصني هاد الكاس هذا على حساب الرضاعة يا اختي، وقال وصراحة الله هادو لقيتهم انا في شيئين كاين موجودين وفي اثمنة رخاص، ولكن ما غادي يوصلوني حتى دوز شهر تنكون انا ولدت ساليت.
صافي قلت مكوموند ديال شي حوايج ولكن ما يوصلوا لي زعما حتى نكون ان شاء الله هذا ما كومونديتهمش بكري. هذا زعما عندي معايا للطبيب ان شاء الله بحول الله زعما الا جا عندك شي حد وهذا حشومه ترد عليا وترك عليا داكشي بقى يشوفو فك ما جاتش هانتش ولا كنتي بحال هكا خارجه تديه معاك فيها شي فين هذا مقلوب فيه هاد الخويط بحال هكا في ديك تشك تشك ها ديري ليها بحال هكا وهادي باش تبقاي تطلي عليه صافي صافي عليك من هنايا زوينه يا اختي ناري 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 يا خيتي داك الشعر الثاني الزاز ونهار اللي ما يبقاش اختي يرضع نمرضوها طابليه نديرها طابليه راضيه نشدد الحزام نحيدو لها من هنا ونسقو في الجناب ولا الطابليه صافي هذا ما كان صافي اختي هادشي هو اللي خديت الشوية والقطيبات مازال خربت العتاب شو دارنا ان شاء الله بحول الله هادشي اللي كاين الحبانات المهم تهلاو ليا فراسكم فيديو جاي ان شاء الله بزوات كبار ليكم شنو اخر صافي فيديو جاي ان شاء الله السلام عليكم.